أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الصحوانة، ميليشيا الحوثي تقتحم عددا من المنازل في الحديدة وتتمركز فيها. من عدن الغد، الحوثيون يرفضون مقترحا حكوميا لفتح مطار صنعاء. ومن المصدر أونلاين، الميليشيا سجنت طبيبا لعامين لأنه أنقذ جريحا من الموت. أهلا بكم. فيما أرسلت ميليشيا الحوثي وفدا للتفاوض إلى السويد حيث تجري المشاورات، تعمل قوات وفد الداخل على النقيض من ذلك. ويعنون موقع الصحوانيت، ميليشيا الحوثي تقتحم عددا من المنازل في الحديدة وتحولها إلى ثكنات عسكرية. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي حولت منازل المواطنين في محافظة الحديدة إلى ثكنات عسكرية. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني أن الميليشيا اقتحمت منازل المواطنين وقامت بتحويلها إلى ثكنات وحفرت فيها الخنادق للتنقل من مكان لآخر، في حين تحتجز عشرات الأسر كدروع بشرية وقامت بتشريد عائلات أخرى إلى مناطق نائية. وأوضح المركز أن الميليشيات استخدمت بعض تلك المنازل بعد نهبها كمخازن للسلاح والذخيرة لتموين عناصرها الإرهابية. إلى موقع سبتمبر نت، والذي عنوان في صفحته الرئيسية: ميليشيا الحوثي تواصل منع دخول السفن إلى الحديدة، حيث أكد تحالف دعم الشرعية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تواصل منع دخول السفن إلى ميناء الحديدة. وأوضح التحالف أن عددا من السفن تم تجديد تصريحها أكثر من مرة، ولا تزال ميليشيا الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ السفن. وأضاف أن ميناء الحديدة ما زال خاليا من السفن منذ أسبوع، وأن 5 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة والصليف ومدة الانتظار تصل إلى شهر. وكشف تحالف دعم الشرعية عن إصدار 29 تصريحا جويا و11 تصريحا بحريا و3 تصاريح برية و136 تصريحا لحماية القوافل، بإجمالي 179 تصريح خلال 72 ساعة. عاتب آلاف القراء الصحفيين الأجانب الذين كتبوا عن الطفلة اليمنية أمل حسين التي ماتت جوعا. وكتبت امرأة في تويتر: تستطيعون أن تلتقطوا الصورة وأن تقدموا المساعدة أيضا، أحد الأمرين لا يتعارض مع الآخر. لكن ديكلان وولش وهو صحفي شارك في إعداد المادة عن أمل كتب ردا على هذا العتب، مضيفا في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز: الكثيرون أوجعتهم معرفة أن والدة أمل أعادتها بعد وقت قصير من مغادرتها إلى مخيم اللاجئين الرث الذي يسمونه المنزل، حيث توفيت بعد بضعة أيام لاحقاً. والبعض في صورة من الوجع حاولوا التركيز إلينا نحن، لماذا لم نفعل شيئاً لإنقاذ حياة أمل؟ أرادوا أن يعرفوا هل نلتقط الصورة فقط ونقوم بإجراء المقابلة ونمضي؟ أما كان بوسعنا أن نتأكد بطريقة ما من أن تحصل عائلتها على المساعدة. تستطيعون أن تلتقطوا الصورة وأن تقدموا المساعدة أيضا، قالت امرأة على تويتر تردد صدى السؤال. الصحفيون مدربون على أن يقفوا شهودا وأن يؤدوا شهاداتهم، وعمال الإغاثة والأطباء لديهم مهمة تقديم المساعدات للناس. أما التبرع بالنقود أو الأشكال الأخرى من المساعدة فيمكن أن تكون مقرونة بتعقيدات أخلاقية ومعنوية وعملية. هل من العدل أن يتم إفراد شخص واحد أو عائلة واحدة وتخصيصهم بالمساعدة؟ ماذا لو أنهم ينمقون قصصهم ويروونها للأجنبي التالي الذي يأتي، معتقدين أنهم سيحصلون بذلك على المزيد من النقود؟ وبالإضافة إلى ذلك، لدينا عمل يجب أن نؤديه، يأخذنا الأطباء في جولة وفي بعض الأحيان ينتهي بنا المطاف ونحن نتصرف مثلهم، نتفحص الأطراف الهزيلة مثل العيدان والجلد الرخو بانفصال سريري، ونجدول الأرقام عن الوزن والعمر، ونستمع بينما تروي العائلات مآسيها بهدوء مدهش ويناقش احتمال الموت نفسه، ثم نهز رؤوسنا متقمصين الحكمة وندلي بملاحظات عابرة ونمضي. ولكن في حين أننا ربما نحاول محاكاة حجر، فإننا لسنا حجارة، وفي كل يوم في اليمن
يخبرني أحد ما بشيء يجعل غصة تصعد في حلقي. اليمن كما لابد أنكم تدركون هو بلد يموت فيه الناس بسبب الافتقار إلى أجرة التاكسي، وعلى اليمنيين أن يتلمسوا طريقهم عبر مثل هذه المجاز أيضاً. إلى موقع عدن الغدوة الذي عنون في صفحته الرئيسية: الحوثيون يرفضون مقترحا حكوميا لفتح مطار صنعاء ويطالبون بتحييد ميناء الحديدة. يفيد الموقع: أعلن الحوثيون رفض مقترح حكومي يقضي بفتح مطار صنعاء الدولي مقابل شروط، فيما طالبوا بتحييد ميناء الحديدة غربي البلاد من النزاع. وطبقا لمصدر إعلامي لصحيفة عدن الغد، يرفض الحوثيون اقتراحا من الحكومة المعترف بها دوليا بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الجماعة بشرط هبوط كل الطائرات في أحد المطارات الخاضعة لسيطرة الحكومة من أجل التفتيش. تواصل ميليشيات الحوثي عمليات تعذيب المعتقلين لديها، وقد تمكنت وكالة أسوشيتد بريس من إجراء تحقيق عن الحياة داخل معتقلة ميليشيا الحوثي، ونشره موقع المصدر أونلاين بعنوان: دعه يموت، سجناء سابقون يحكون حياة التعذيب في سجون المتمردين اليمنيين. يروي التحقيق واحدة من 100 قصص التعذيب التي تقوم بها الميليشيا، حيث تعرض الطبيب فاروق بعكر للتعذيب لأنه قام بمعالجة مواطن أطلق الحوثيون النار عليه وأسعف إلى المشفى وعالجه بعكر ليسجنا معا، الجريح والطبيب الذي قال: سجن في قلعة عمرها 500 عام أو سجن في قلعة عمرها 500 عام ووضع في قبو قذر يعرف بغرفة الضغط، وفيها علقوه من رسغيه لأيام طويلة حتى ظن معتقلوه أنه مات أنزلوه، وعندما أدركوا أنه على قيد الحياة سمحوا لسجناء آخرين بإطعامه وتنظيفه، وما أن بدأ الطبيب في التعافي من إصاباته حتى طلب منه معتقلون آخرون تعرضوا للتعذيب مساعدته، فحاول مداواتهم من جروحهم بإجراء بعض الجراحات البسيطة دون تخدير مستخدما أسلاكا كهربائية، الأداة الوحيدة التي كانت بحوزته. يتذكر بعكر الذي أطلق سراحه في ديسمبر 2017 بعد أن دفعت أسرته ما يعادل 8000 دولار، وهناك رجل آخر تعرض لحروق شديدة عندما سكب الحوثيون سائلا حمضيا على ظهره وأذابوا جلده. عندما طلب بعكر المساعدة من الحراس الحوثيين وقال لهم إن الرجل يموت، كان ردهم الوحيد: دعه يموت. تقول الوكالة في تقريرها استنادا إلى منظمات موثوقة أن ما لا يقل عن 126 معتقلا توفوا تحت التعذيب منذ أن استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء أواخر 2014. عاد الحوثيون الأسبوع المنصرم لتعذيب الزملاء الصحفيين بصورة وحشية، وهو ما أعاد لي صورا من مشاهد التعذيب الذي تعرضت له ومن معي من المختطفين في السجن السري للحوثيين طوال أشهر من العام 2016. هكذا بدأ عبد الله المنيفي الذي خرج من معتقلة الحوثيين قبل مدة قصيرة بسرد معاناته وإحساسه بمن هم معتقلون الآن، وأضاف: في يمن ونتر أحاول نسيان ما حدث رغم قساوته، لكن كيف يمكن أن أنسى الجلادين الحوثيين الذين انهالوا علي بكابلات الكهرباء على الظهر، وبين جولة وأخرى يسكبون كميات من الماء شديد البرودة على رأسي للإمعان في التعذيب، ثم معاودة الجلد حتى تلونت الملابس بلون الدم. أتذكر كيف أمضينا 3 ليال باردة في منتصف شهر فبراير شباط دون فرش أو أغطية، وكيف تيبسنا من البرد، يرافقنا الجوع والخوف والكثير من الشتائم والقليل من النصائح الحمقى، وكيف أن رفاق الاختطاف تعرضوا لتعذيب دام أفقدهم القدرة على الحركة. وصورة وسيم العامري الشاب القادم من تعز على باص لنقل الركاب وهو لا يستطيع رفع يده إلى فمه لتناول الطعام بعد ليلة وحشية تفنن فيها الجلادون في تعذيبه حتى تركت الحبال آثاراً على جانبي فمه. وأتذكر كيف حاول الشاب معي دعيس الانتحار ببقايا شفرة حلاقة لقطع أوردته لولا أننا تداركناه قبل أن يكمل العملية وسالت دماؤه، وحين سألناه لماذا أقدم على هذا الفعل قال إن الموت صار هو الخيار الوحيد.
أتذكر كل ذلك وقلبي يتفطر ألماً على زملائي الذين لا يزالون تحت سياط الجلادين الحوثيين، وتعرضوا قبل أيام للمزيد من التعذيب الهمجي دون أن نرى أي تحرك لمنظمات يفترض أنها تعمل في الجانب الحقوقي والإنساني. وكيف أصابها العمى أمام ما يتعرض له عشرات الصحفيين في اليمن من جرائم وانتهاكات من قبل ميليشيات تمارس إرهاباً واضحاً؟ في جولتنا بين الصحف الفرنسية والمترجمة خصيصاً لقناة بلقيس نطالع من صحيفة لو فيغارو متابعتها لتصريحات وزير في الشرعية اليمنية، حيث عنونت وزير يمني: الخيار العسكري يظل قائماً. قالت الصحيفة أن الحكومة تهددت بشن هجوم عسكري لتحرير ميناء الحديدة الاستراتيجي، وهو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى البلد الذي يعيش حالة حرب إذا رفض المتمردون الانسحاب فوريا. وقال وزير الزراعة عثمان مجلي من السويد: حيث يجتمع المتحاربون تحت رعاية الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2016، نحن الآن في مشاورات تجاوبا لدعوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها، ما زلنا نناقش إطار مباحثات السلام. وأضاف مجلي: إذا لم يتجاوبوا لدينا خيارات كثيرة ومنها التدخل العسكري. قالت الصحفية كاترين دوبوك إن منظمة أوكسفام تقدم الدعم للمحتاجين اليمنيين عن طريق توزيع الماء النظيف والغذاء، لكن هذه المساعدات ستبقى كالنفخ في قربة مقطوعة طالما أن الدول الأجنبية تواصل دعم الأطراف المتحاربة وبيعها الأسلحة. وترى الكاتبة في تقرير نشرته صحيفة لوسار البلجيكية وترجمته قناة بلقيس أن حياة ملايين من الناس معرضة للخطر، حيث يعمل التحالف الذي تقوده السعودية على تعقيد استيراد الغذاء والوقود إلى اليمن. تتابع الصحيفة: في الأسابيع الأخيرة قرعت صور للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أجراس الخطر، ولكن بالنسبة لأكثر من 65 ألف طفل فقد فات الأوان. تقول الكاتبة أيضا أن اليمنيين لا يعانون من الجوع فحسب، بل يتم تجويعهم عمدا، كما أن القتال وتدمير الطرق يجعل نقل البضائع أمرا صعبا بشكل خاص، وإغلاق الموانئ والمطارات الرئيسية في شمال اليمن يترك السكان معدمين تماما. وحين يتوفر الغذاء تكون الأسعار مرتفعة جدا بحيث لا يستطيع الناس تحملها. منذ مارس 2015 ارتفعت الأسعار بنسبة تقارب 40% في المتوسط، ويرجع ذلك أساسا إلى أن التحالف يعقد استيراد الأغذية والوقود عبر الحديدة التي تخضع لسيطرة الحوثيين، الذين بدورهم يطالبون بضرائب إضافية على السلع القليلة التي تصل إليهم. وتفيد الصحيفة أنه ومن الآن سيعتمد 27 مليون يمني على التضامن معه، واليمن لم يعد بإمكانه الاحتمال أكثر من ذلك. مفاوضات السويد أمل اليمنيين، تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله في صحيفة الخليج مضيفا: بالنسبة للحرب لا تعد 12 شهرا مدة قصيرة، وفي الحروب الحديثة على وجه الخصوص يحسب الوقت بالساعات والدقائق من الناحية الفنية واللوجستية. الأهداف تتحرك بسرعة، وكذلك تمضي الأسلحة بالسرعة ذاتها أو بأكثر منها، ومن ناحية التكاليف فإنها باهظة بما لا تجوز المقارنة مع أعباء الحروب القديمة. في تعامل المبعوث الخاص مارثن جريفيث أظهر ميلاً شديداً إلى طول النفس، فعلى مدار 10 شهور اهتم بالسماع من منظمات وشخصيات لا شأن لها بصناعة الحرب، وذلك حقه دون شك، من غير أن نغفل أنه قضى وقتاً طويلاً قبل توقيع قرار تعيينه في دراسة ملفات الأزمة التي تصب في مجرى النهر الكبير للحرب. مع هذا فقد عجز على مدى الشهور العشرة أن يجمع الأطراف في جنيف، لكنه نجح في جمعهم في السويد. ولما كان وفد الحوثي هو الذي تخلف في الأسبوع الأول من سبتمبر، فقد راح يتودده في جولته الأخيرة، وحين أخذوه إلى الحديدة لم يسمحوا له إلا برؤية الميناء، ولم يره شيئا من المدينة المحفرة والمخفرة. وقبل ذلك اشترط عليه زعيمهم أن ينقل جرحى إلى الخارج، ثم تعالى الخطاب وقال رئيس وفدهم: إنهم لن يذهبوا للتشاور حول قضايا ثانوية، وإنما يشترطون التباحث حول إطار واسع للحرب. كانت الحكومة رفضت في مرات سابقة تجزئة الحل، انطلاقا من أن سياسة الخطوة خطوة مصيدة اخترعها هنري كيسنجر، وكل ما نتمناه أن تكون مفاوضات السويد بداية الحل.
وأن يخيب ظن من لا يرون في الأفق شيئاً يدعو للأمل. من جانبها اهتمت الصحافة العربية بالتحقيق الذي يرصد حالة التعذيب في معتقلات الحوثيين، وعنونت صحيفة الشرق الأوسط 18,000 معتقل في سجون سرية للحوثيين. قالت الصحيفة زج بآلاف اليمنيين في سجون الميليشيات الحوثية خلال السنوات الأربع الماضية من عمر الحرب، وتعرض كثيرون منهم كما أظهر تحقيق لوكالة أسوشيتد بريس إلى تعذيب جسدي شديد، من تحطيم وجوههم بالهراوات أو تعليقهم بواسطة السلاسل المعدنية من المعصم أو من أعضاء أخرى لمدة أسبوع أحيانا، فضلا عن حرقهم باستخدام المواد الكيماوية. وأكدت الوكالة وجود أكثر من 18,000 معتقل في شبكة سجون سرية للحوثيين، بما في ذلك 1,000 من ضحايا حالات تعذيب شديد في 30 موقعاً في العاصمة صنعاء وحدها. وتحدثت الوكالة مع 23 شخصاً ممن نجوا من التعذيب أو كانوا شهودا عليه في مواقع الاحتجاز، كما تحدثت مع 8 من أقارب المعتقلين و5 من المحامين والنشطاء الحقوقيين و3 من ضباط الأمن. واستخدمت الميليشيا الحوثية المساجد والقلاع القديمة والكليات والنوادي وغيرها من المنشآت المدنية كمراكز اعتقال أولية قبل نقل نزلائها إلى سجون سرية، وذلك وفقا لشهادات ضحايا وأفادت وكالات حقوق الإنسان وإفادات وكالة حقوق الإنسان. فرنسا تعيد رقصة الحلم العنيف، تحت هذا العنوان كتب وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقب مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: ماكرون الذي لم يولد أثناء تلك الأحداث جاء رئيسا لبلاد عرفت زعماء من الوزن الثقيل فرنسيا وأوروبيا ودوليا، على رأسهم الجنرال شارل ديغول الذي قاد فرنسا في معركتها ضد النازية، انتزع لها مكانا بارزا بين الكبار. بقى طيف الزعامة يتحرك أمام ناظري أغلب الرؤساء الفرنسيين، لكن من شروط الزعامة في هذه البلاد التي كانت يوماً إحدى أكبر إمبراطوريات العالم، من شروطها امتلاك حواس الاستشعار التي تسمع وترى مشاعر كل النسيج الاجتماعي الفرنسي وتوجهاته. الرئيس الشاب إيمانويل ماكرون جاء من وسط مالي واقتصادي، حيث عمل في البنوك وتولى حقيبة الاقتصاد مع الرئيس هولاند. دخل الحملة الرئاسية ببرنامج انتخابي حمل وعوداً عريضة بإصلاح اقتصادي واسع، أهم محطاته الإصلاح الضريبي، وانتخب بأصوات الرفض للآخرين وليس بأصوات المؤيدين له. مارين لوبان زعيم اليمين المتطرف التي نافسته هي من رفعته إلى كرسي الرئاسة. مشكلة أوروبا اليوم أنها وسط رأسمالية جديدة متحركة تداخل فيها النسيج الأوروبي عبر سياسات مالية معالمها في بروكسل، والعولمة التي فرضت حقائق عابرة للدول وغزو التقنية للمصانع الصغيرة والكبيرة، مما أعاد صياغة مواصفات الطبقة العاملة وتسبب برفع نسبة البطالة. تغيرت المفاهيم في العقول والحسابات على الأرض، الطبقة الوسطى تغيرت اليوم في كل الدنيا من حيث القدرات على مستوى الدخل ونمط الحياة. الفوارق بين الطبقات تتغير وتتسع، ومساحة الفقر لا تتوقف عن التمدد. ما يمكن اعتباره دلالة مركزية في الانتفاضة الفرنسية هو الأثر الذي ستتركه على مستقبل ماكرون في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستتوقف نتائجها على مخرجات سياسات الرئيس المالية. الأحلام تتعدد وتتمرد، والرقص الحار وسط باريس وخارجها لا تتوقف نيرانه. من صحيفة الغارديان مجموعة من الصور المشاركة في الجائزة الدولية للتصوير الفوتوغرافية الصور الإنسانية، الجائزة التي تدعمها الصحيفة بالشراكة مع جمعية المصورين الدوليين، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور.
ماذا تقول لنا الريش اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تحمل العديد من الآراء والمواقف، نتابعها. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم على خير بإذن الله، إلى اللقاء.